أعلنت الجهات الرسمية في الأراضي الفلسطينية أن مدينة بيت لحم أصبحت مصنفة ضمن المنطقة الحمراء بعد زيادة عدد الإصابات فيها بفيروس كورونا. ولأجل ذلك ونظراً لارتفاع أعداد المصابين وافتقاد قدرة المستشفيات لاستيعاب المرضى، فقد قررت الجهات المسؤولة في الضفة الغربية سير الأمور بشكل اعتيادي ودعوة المواطنين إلى ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي بينهم. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. صنفت محافظة بيت لحم بالمنطقة الحمراء، وهو ما يعني أن تصنيفها أصبح خطيراً، وخصوصاً مع تزايد أعداد الإصابات بالكورونا بالآونة الأخيرة. هذا وقد اتخذت عدة إجراءات من قبل المحافظ واللجان والمؤسسات وبالتعاون مع دائرة الصحة، فها هي جهود وعطاء والتزام الأجهزة الأمنية على وجه الخصوص على أداء مهامها بكل مهنية واقتدار، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر البلاد بها بسبب جائحة كورونا. فهذا الالتزام يعكس حرص المؤسسة الأمنية على حماية المجتمع. المزبوط، إذا بدنا نحكي ونقيم الوضع في مدينة بيت لحم بنقول إن نسبة الالتزام لا تتجاوز 50%. المواطن مزبوط بيعرف إنه في فيروس كورونا، ولكن الخوف منه قل عند المواطن فأدى إلى التسيب وعدم الالتزام الصحيح والتباعد وقوانين السلامة العامة. بتحاول أجهزة الأمن عن طريق الشرطة تفرض السلامة العامة على الناس، وبنلاحظ لهم 3 أيام تقريبا وإلى آخره، ولكن بصراحة مدى التزام المواطن ضعيف جدا. أنا من الناس اللي بيقولوا يجب على المواطن أن يلتزم لبس الكمامة إن كان صحيح أو مش صحيح، لازم وضع الكمامة حتى يتفادى، لأنه أنا ما بعرف أني أنا مصاب أو غير مصاب. لو أنا فحصت بقول لك أنه أنا مش مصاب، بس أنا بدام ما فحصتش وما بعرف أني أنا مصاب أو غير مصاب، فأنا بفضل من المواطنين لبس الكمامة حتى يحموا نفسهم ويحموا غيرهم. فها هي مركز وأسواق مدينة بيت لحم تعج بالمواطنين مع حرصهم بارتداء الكمامات والمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير. وحسب التوقعات بأن المرحلة المقبلة ستكون الأصعب والأخطر في ظل ارتفاع الإصابات اليومي بالكورونا وعدد الوفيات المتصاعد، وخصوصا مع افتتاح المدارس، إضافة إلى أننا أصبحنا مقبلون على فصل الشتاء، فالجائحة أصبحت وباء مجتمعيا من حيث الأرقام. موجودين احنا بسوق بيت لحم، احنا شايفين هناك في التزام كبير من الناس، في وعي على موضوع المرض، موضوع الصحة، وإحنا بنتمنى من جميع أصحاب المحلات برضو يساعدوا كمان المواطنين على الالتزام في ارتداء الكمامات، وجود المعقم اليدوي، ومعا جميعا حتى إنه إحنا نساعد في دحر هذا المرض إن شاء الله. إحنا في بيت لحم بالنسبة لموضوع الكورونا والتزام الناس، الفترة هاي كان في ارتفاع كبير في عدد الإصابات، في التزام وفي قوى الأمن برضو موجودين دائما في السوق وفي المناطق اللي فيها الناس، بيحاولوا يحثوا الناس على الالتزام، والناس برضو في تفهم كبير وفي نسبة وعي ممتازة يعني الحمد لله. هي بيت لحم كونها المدينة السياحية التي تعتمد على السياحة بالدرجة الأولى، فهي جميع المحلات السياحية مغلقة منذ أكثر من 7 أشهر. فجائحة كورونا التي ألامت العالم أجمع هي الوباء الأخطر. يتساءل العديدون من أهل المنطقة عن أسباب تصاعد منحنى الإصابة بفيروس كوفيد-19. السبب واضح جدا للعيان، عدم التزام الناس بالتوجيهات الرسمية الحكومية، بعدم التجمع، بالابتعاد عن بعضهم البعض، بوضع الكمامات
الواقية بعدم المخالطة، بالامتناع عن حضور التجمعات كبيوت العزاء والأفراح. وللأسف الشديد السلطة الوطنية الفلسطينية امتازت بالإعلام فقط، أما بمواجهة الأضرار للأسف لا توجد استراتيجية لهذا، بحيث أننا نرى الأفراح موجودة، التجمعات موجودة، البيوت العزاء موجودة، المناسبات موجودة، عدم ملاحقة الخارجين عن التوجيهات. وتشدد الجهات المعنية بالالتزام المواطن بالإرشادات الوقائية اللازمة من لبس الكمامات والتباعد وإلغاء جميع المناسبات. وها هي الدوريات المشتركة التي تحرص على السلامة للجميع، من دوريات راجلة ومن نشر حواجز لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب الالتزام بالقانون ومنع أي ظواهر سلبية. بالنسبة لموضوع الالتزام الشارع أو الناس في الشارع والمواطنين بشكل عام بخصوص السلامة العامة والوقاية من هاي الجائحة، جائحة كورونا، للأسف إن هناك منحنى تصاعدي في مدينة بيت لحم في بعدد الإصابات عما سبق. ولكن يعني لو بدنا نحكي ليش عدم التزام المواطنين بالسلامة العامة، هناك أسباب كثيرة صراحة، ولكن يعني أنا بوجه رسالتي للجميع أن يجب الالتزام بلبس الكمامة، لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي. ممكن أنا أشيل الكمامة في لحظة ما، في اللحظة اللي أنا ممكن أكون فيها لوحدي أو هناك تباعد اجتماعي عن الآخرين، أنا هيك بكون مع أو ملتزم في سبل أو بسبل الوقاية العامة من جائحة كورونا. وبالتالي للأسف إن في بيت لحم بدأنا ب 17 حالة في أول مدينة أو أول منطقة بدأ فيها الفيروس في الضفة الغربية أو في فلسطين، أخذ المنحنى بالتناء ينزل ووتيرة الإصابات كانت أقل، ولكن للأسف في الفترة الأخيرة هناك تصاعد واضح تماما ويعود إلى عدم الالتزام، والرجاء الالتزام بسبل الوقاية العامة. للنورسات مارلين الحدوة من مركز محافظة بيت لحم.